aberto. Ele irradia ali a tua mão, cada ficando no vídeo. بعدين الواحد لما اجى لما جاء من الدكتوراه كانوا بدهم يعملوا خطه اساسيه، اول شيء الجامعه بدهم يتصلوا فيه والذي ادرسه في الطاقه. نعم. استاذ بيرن زغلول عشر سنوات، بعدين اجت الخطه 50 الاولى 76 80 اشتغلنا في اداره، بعدين قرروا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ينكتب ورقتين وقدم في المطار، الاولى كانت عن التضخم والثاني عن مقدار السوشيال ديفنس سيستم يعني بتعرفوا مش حدا يكتب مرتين لا كتبت مرتين وقدمت بعد اسبوع شاف الذي حسن وانا بلغت الكثير يبدو انه لفت نظر فروحنا بعد شوي عملوا مؤتمر ضخم جدا جدا في مشان يعرضوا الخطة الخمسية على الجيش فلقوا كل الأسلحة تشوف منظر الجيش مدينة حسين الطبي يعني من عند الأطباء قسم الأقسام الطبية العلاجية في الجيش لحد سلاح الطيران كلهم كانوا موجودين منظر مهيب كثير كثير كان أيام التكنولوجيا المتطورة أنك تستعمل ترانسبيرنسي تذكر انه ما حدش بيذكر صح؟ نعم. حط شفاف تطلع على الشاشه. نعم. يعني هذا كان انجاز كبير. فبدا طلع الدكتور حنا وضي يحكي وقت جعله. فكروا انه صار جرب اخر شيء لانه وقع. فكان مجالات الكسير الامير الوزراء كل مجلس الوزراء موجود واحنا اللي اشتغلنا على خطه الصف الثاني يعني مرتبه وكيل وزارة او انا في الوقت فقاموا راحوا معاه ما قالوا عليه قالوا لا هذا ستريس مش طب ما قالوا عليه ورجعوا طبعا هو مش قادر يسوي كامل فاجانا رجعوا يسالوا انت بدك تكمل طبعا حافظ عنك فوقفت اعطيت المحاضره طلع اللي قاعدين كلهم بعد يقول لها كامل اللباس عن كامل الزي العسكري الرسمي خلصت ما اسمعي على لو بعرف اسمع ما بعرف كان في انتباه شديد لانه انت حكيت لها قصه بدنا نحكي لها قصه قصه الخطه كيف صار بديت ابي هرب معك معك بس ما تقول لها مش هرب معك تعقد قلت له بتعرف هلا انا مثلا بدي اعمل تنميه معدل 5% اذا كل وحده راس مال بتنتج لي ثلاثه بدي احط مثلا 5% نمو بدي خمسه نسبه النمو المطلوب بطلع قديش بدي اموال احسب لي الاموال المطلوبه وانك ما حتى الحق خلوه مثلا تطلع سرعه شو بده يجيب تطلع سرعه بديت هيك يعني ديستركشن كل العمليه فيبدو ان لغه استفسار فجلاله الملك يعني قيل لي انه هو نجم خلص لما طلبوا هم الحين طلبوني سنه هذا يمكن يتعجبوا منه سنه ال 74 سنه لا مش ال 74 هذا الحكي صار في 76 اول 76 بعد اربع اشهر كان مروح دولة أبو سمير زي الدفاع جاي من خلف الله بدران قتل هو عصام عجلون وزير العمل فنادوني حتى أكون وزير عمل وأنا أيام كان عمري 32 سنة ايش بدك تصير وزير؟ قلت له يا ابن الحلال شو بدك تكون وزير بس؟ ليش؟ ليش وزير؟ بكره بعد سنتين بتستغرب بدك تقعد بعدين بلشوا يشرحوا على طلب وزاره العمل
أو مثلاً حاليات مشكلة واحد كان في مصفات البترول واحد في شركة في إنتاج كابس. وبعدين صرت أتروح مع جماعة الثقافة العمالية كيف بدو يزعب علينا من الأردن الحكومة محتكرة. الأردن الحكومة كحكومة هي جهة ابتكارية. واحد يقول لي كيف تكون على الحكومة تأكل المحتكرة مسبب. مش معناتها هي ستيتمنت اقتصادي. قلت له والله محلاك وانت جاي تطالب حكومة ثانية يعني. فسكت. فاللي صار انه بعدين صرت وكيل وزارة حطينا قانون الضمان الاجتماعي. فأول عمل عملته لما رحت وكيل وزارة طلبني جلالة الملك وقال له اكتب لي رسالة وجهة للحكومة شهادة الضمان الاجتماعي. كتبت نص الرسالة فوقع وكلفت بأن ينسب قانون الضمان الاجتماعي. وطبعا قانون الضمان الاجتماعي لما أسس لما صدر سنة 78 القانون قالوا سلموني إياه من يعني إضافة لمصلحة وكيل وزارة. فبعدين لما كنت في الشرطة طلعت على حاجتين فرحنا محولوني بعد الضمان الاجتماعي. بعد 9 أشهر بالضبط أثناء وأنا موجود الضمان الاجتماعي صار سير ندوات. ندوات من جملة الأجل واحد كان مشهور اسمه جوزيف كرافت كان يكتب في نيويورك تايمز يهودي متعصب كثير ضد الرعب ضد الإسلام ضد كل شيء دين. أجا عاد يحكي فقمت أنا رديت عليه كان مترأس الجلسة عبد الحميد شرف فرديت عليه رد يعني فهو زعل طلب إنه أعتذر له فقالوا لي اعتذر قالوا لي بقى هو اللي بيقول لي اي شيء فخلص بقى برجع برجع فاجا انا كنت انا بدي اقول لك انا تعتذر لما تعتذر راجع قلت له ام شور ارجع شور انا ام شور مستر كرافت ما صار مستر 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 ماي انتشنز بيكوز اي نو ذات اي لاف هيز كولمز ذي ار مور ماي موست فيفرت كولم از هيز ات از اكشولي ماي فيفرت نيكست تو ريتشوالز. طبعاً هو ضحك وما رأيت بس فقال هو واحد يضحك على القصة كيف يحكي على هذا البلد فضل عبود الوفيات يعني وجمع عبود الوفيات وصول الأفضليات. فلما شكل الحكومة راجع من الكويت في الضمان الاجتماعي يقول له يطلع عبد الملك فقال عبد الملك كان أغلب المشرف عبد الشرف قعد يحكي معي يسألني عن الاتصال شو رأيك في الاتصال وكذا وكذا بعدين قلت له انت يا رجل فيني ولا شوف ده يا طالب وصلتني عن المشروع لو ما لو ده سيدنا لا كان لازم تشكيل فريق واحد يكون الفريق الفريق ليش؟ أقول استعمل ولا تلو يا ابني يا ابني أنت أنا لا أبو سيدنا لا فيني تشكيل ولا فيني وزير معي لا سأل إنه سيدنا نشوف فكرة البزاع أنا مو راضي لا ناقشني في لا عرفت هذه وزارة ولا مين معي في الوزارة ولا لم أسأل ولا سؤال لحد ما تفوجئت بصاعقة الكرة وزير التموين. الوزارة أعتقد أنها نجمة لا توجد. بطاقة التموين. أبداً لن توجد على نجمة لا توجد وزارة التموين. هذه أكبر مؤامرة من قبل رسم المهم. لأنه كانت الحكومة في الأول إنتاج استورد الرز، استورد السكر، استورد اللحم، استورد كل شيء يحطه وهو يدفع حق الترخيص، حق التخزين، حق كل شيء والحكومة وسوى عليه بس يفتح الائتمان ويجيب البضاعة بس يشيلوا من القصة زي التمليز. بعدين السنة يجي يحدد الأسعار فواحد يجي يفتح بقالة صالون كبسة سوبر ماركت محل أدلات. وبعدين في عنده 40-50 سلعة اللي معظم مبيعاته منها كل أسعار حتى ب 24-23 ليش يضل يحطوا في المحل؟ طلع عليه باب استيراد الشوكولاتة والبنبونات والسكاكر والمش عارف ايش ويستوردوا أشياء احنا كناش ذاك الأيام بحاجة إلى بس. فبعتقد أنا وزارة ما عمرها ما نزلت الأسعار يعني بيطلع الدكتور يعني بيقول لي سامح الله وقول بخطب في نص ال
تشكروا عليها الناس. يعني الناس ما بتقولوا لك بروسيس Thank you.